يا مساء الفل everybody، معاكم محمد خالد. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتكلم عن tense lower present continuous، وهو المضارع المستمر. المضارع المستمر ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من verb to be اللي هو am و is و are plus verb، والverb ده بنعمله plus ing، يبقى verb to be اللي هو am is و are plus verb plus ing. بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي حالا، انا بعملها دلوقتي، يعني بيعبر عن الفعل انا بقوم بيه دلوقتي حالا في الوقت ده، يعني في اللحظة دي، في الدقيقة دي، في الشهر ده، في الوقت ده بالذات. يعني بقول مثلا ايه، I am eating banana، انا حاليا باكل موزة. مثلا I am playing football، I am watching TV، I am sitting on bed، انا قاعد على السرير، I am sitting on bed. بس هو ده البرنش كونتينوس. ملحوظة، وانت بتنطق الverb لو زي ان جي بتنطقش الجي في الامريكان اكسنت، مش بنطق الجي. يعني ايدين مثلا هو ايدين، سيتن نو سيرن، سيرن هنا ليه؟ ان تي و تي عملوا حرف زي حرف الارت، سيرن. تبتدي بالبراكتسين، زي جميل براكتسين اخر جي، قول براكتسين، قول مثلا I am practicing، مثلا انا بتدرب، مثلا عامة اتدرب اي حاجة. بقى الكلمات اللي بتقول عليها مثلا now، يقول مثلا I am eating now، انا باكل دلوقتي. in this moment، in this minute، in this month، in this week، in this year، وهكذا. يعني في الدقيقة، في اللحظة، في الشهر، في السنة، في الاسبوع، وهكذا. يعني هو ده البريزنت كونتينوس، اللي بيعبر عن حاجة مستمرة بعملها دلوقتي حالا، يعني حاجة مستمرة انا بعملها. اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرة القادمة.